هل يجوز بيع وشراء العطورات التي فيها الكحول؟ إذا ثبت فيها كحول فلا يجوز بيعها وشراءها، إذا كانت تسكر إذا شربت، لأن فيه نوع من الطيب يسكر إذا شرب، هذا لا يجوز بيعه قطعا لأنه خمر. أما إذا كان لا يسكر ولكن فيه كحول فتركه أحوط، تركه أحوط وأورى للذمة. نعم.